سيدك غصبا عنك وعلينا نفضك يا حيوان. احكي مثل العالم ولا تعب؟ مثل ما سمعت، وبسلمني على ضيفك بعد ما ابعتك لعنده. ونصيحة، بس بدك تخطف حدا لا تحطه بفندق، لأنه هي عملت واحد غبي وصغير. يعني أنت اللي عملتها؟ ورح أعمل فيك العمايل بعد كم يوم، لأنه تلف أعصابي بهالكم يوم اللي راح، ورح أخذه من دمك ودم أهلك، واللي جاب الضيف بجيبك. شو؟ شايفك سكتت؟ أنت اللي بلشت معلم. عم تحط حالك قبالي يا زبالة؟ ولك أنا اللي جبتك من الحاويات وعملتك بني آدم، وخليت كل الناس تسكت عنك وعن اللي عم تعمله، وعم تحط حالك قبالي؟ ماشي، اصبر علي بس يومين لحتى تجيبك راكع تحت صباطي وتبوس العافية عنك يا حيوان.